ان الاستراتيجيه الوطنيه للشفافيه والوقايه من الفساد ومكافحته التي كانت محل استشارات واسعه وطنيه ودوليه تعد احد الخطوط التوجيهيه التي سيتم الاعتماد عليها وعلى مستوى المؤسسات العموميه والقطاع الاقتصادي العام والخاص والمجتمع المدني بمختلف اطيافه وفق الآليات التي تضعها هذه الاستراتيجية والمستمدة من القوانين المعمول بها لا سيما دستور 2020 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقانون 0601 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والقانون 2208 الذي يحدد تنظيم السلطة العليا وتشكيلتها وصلاحيتها وكذا مهامها